صدق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر ضاراً بالوحدة الوطنية وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية. وبتصديق ملك الأردن أصبح مشروع القانون الآن قانوناً، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة الرأي الحكومية. الخوض في التفاصيل أكثر ينضم إلينا من إربد مراسلنا عرار شلول. عرار، ماذا بعد المصادقة الملكية على هذا القانون الذي يوصف بأنه مثير للجدل؟ يعني لو نقلت لنا ردود الفعل في الأردن بداية حول ذلك. نعم شهندة، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالفعل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني صادق على هذا القانون من بين 6 مشاريع قوانين مرت من الحكومة إلى قبة البرلمان ثم إلى مجلس الأعيان الذي صادق عليها، وانتقلت إلى العاهل الأردني الذي صادق على كل هذه القوانين. قانون الجرائم الإلكترونية هو القانون الذي ساد حوله الجدل خلال الأسابيع الماضية بين مؤيد لهذا القانون بصفته ضابط لمناخ الحريات الموجود على منصات التواصل الاجتماعي، ومعارض يرى أن هذا القانون ينتقص من هذه الحريات، حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور. وطبعا القانون الآن أمام 30 يوما ليكون نافذا في الدولة الأردنية ويبدأ القضاء بتطبيق أحكامه على المخالفين أو مخالفي 41 مادة في هذا القانون. طبعا الجدل كان محتدما خلال الأيام الماضية على جملة من هذه المواد، رغم تأييدات واسعة لكثير من مواد القانون، وهي مواد تستهدف المواد 15 16 17، مواد تستهدف ضبط قضية ازدراء الأديان او الإساءة للوحدة الوطنية، ومواد تتعلق بنشر الأخبار الكاذبة، وكذلك مواد أخرى تتعلق بالذم والقدح والتحقير، وهي تعاقب عليها. عرار، هناك حديث عن تأثيرات سلبية متوقعة على التحديث والتمكين، يعني بحسب المطلعين. اطلعنا على أبرز ما جاء في بنود القانون والنقاط المختلف عليها في هذا الشق. نعم شاهندة، بالفعل هناك يعني احتجاجات خاصة من منظمات المجتمع المدني أن هذا القانون في وجهة نظرهم يتصادم مع ما تذهب إليه الدولة من مخرجات اللجنة الملكية للتحديث السياسي التي برزت خلال العام الماضي، ويعني يتحدثون عن انخفاض محتمل في العمل الحزبي وفي المشاركة الشبابية، لأن هذا القانون من وجهة نظرهم يحد من حرية الرأي وحرية إعطاء الرأي في مختلف القضايا التي تواجهها الدولة، وخاصة في مجال التحديث السياسي. لذلك يتوقعون ضعف في المشاركة السياسية والحزبية، وطبعا هذا ما ينسجم طبعا مع ما ذهب إليه بعض المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مثل مثلا معهد الصحافة الدولي الذي يعني اعتبر من ضمن جملة من المنظمات أن هذا القانون يشكل ضربة لحرية الصحافة في الأردن، ونتحدث هنا بطبيعة الحال عن الصحافة الإلكترونية. لكن الحكومة الأردنية تقول وعلى لسان رئيس الوزراء بشر الخصاونة مؤخرا أن هذا القانون يضبط الفضاء الإلكتروني ويحمي الأردنيين من قضايا برزت وطفت على السطح مؤخرا مثل قضية الابتزاز. كنت معنا من عمان مراسلنا عرار شلول، شكرا جزيلا لك.